اي نعم تفضل. ولما انت حضرتك تتكلموا في التوحيد، والسؤال الثاني هل قطيعة يوسف في من يوسف القطيعة، هل في ناس يوسف يتكلموا في التوحيد لبتين تتكلموا فيه؟ نتكلم فيه الى ما لا نهايه، حتى لو الناس وحدوا ذاته برضه يتكلموا في التوحيد عشان ما يشركوا بالله. في موحد اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في اخوان اطلاقا، ما في ولا في زيه ذاته، خليه احسن زي الرسول عليه الصلاه والسلام ما في. رغم ده كله ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت، يعني يا محمد لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني ما في كلام بعد الايه دي، الايه دي للرسول عليه الصلاه والسلام، ونحن من باب اولى واحرى. ربنا يقول له انت اذا اشركت يا محمد عملك كله حابط. كيف تاني زول يتجرى يقول له ما تكلمونا بالشرك، ما تكلمونا بالتوحيد، نحن بنصلي في الجامع بنقول لا اله الا الله، مش الحج بنصوم رمضان، برضه ما احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني القطيعه الغيبه حرام ومن الكبائر، اما دعاة الضلال زي السحره والفكية واجب انك تجي تكشفهم للناس. اذا في دجال او ساحر في المنطقه تكون متاكد، لكن ما تكون شاكك، تكون متاكد تحذر الناس منه. لأن يا جماعة وجود الدجالين والمشعوذين في أي منطقة بيدمروا الدين بتاع الحتة المنطقة وبيدمروا الدنيا ذاتها. دي الناس شوم وناس مرض، ومرض معدي بيأثر على المنطقة كلها بالمناسبة. حتى العلماء قالوا إذا في ساحر أو دجال في منطقة كمان الأخلاق ذاتها بتتدمر. فانتبهوا للمسألة دي، ما تخلوهم. لو في أي زول حتى لو في أي اتجاه آخر غير هنا تبلغوا عنه طوال الشرطة، دجال ومشعوذ يمسكوا من أضان وجروا يودوا. دي الناس مفسدين أفسد من الحرامية بالمناسبة. يعني كونه يكون في حرام يبتلف في البيوت ده مش كعب. الدجال والمشعوذ أكعب من اللص وأكعب من الحرامي وأكعب من بتاع الخمرة وأكعب من بتاع البنجو. أكعب زول في أي منطقة هو الدجال ده والساحر، لأنه ده بيفرق بين الأسر وبين الرجل وزوجته، وبيشتت البيوت وبيهدم الأسر، بيقروشك أنت ذاتك. فده زول خطر، ده أخطر زول في المنطقة، حقه الناس في أي منطقة يعني الناس يحاربوه كلهم ما يخلوه أبداً.